الحرص، ها الحرص تكلمنا الآن، يقول لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عنها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. شنو أهم واحدة فيهم هذولين؟ الآن طول الزمان، ترى كثير منكم، وأنا أقول لكم الآن يعني بدون مجاملة، يمكن ما يستمر لآخر الدرس، مجرب عن سنين كلها بداية الدرس. ليش أنا أحط النسخ هني للقراءة، ليش للتوزيع؟ لأن كثير من الناس يأخذ النسخة حتى ما تشوفه بعدها. كمل يا أخي كمل. يقول: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كإيش؟ ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. تقدر وتنقص، عدام فيك قدرة، كمل استفد. لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عنها ببيان: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة. بلغة يعني يكون عندك إمكانية لتتفرغ طلب العلم. أما واحد حاط له 60,000 مشروع في باله، هذا وهذا وهذا، ويطقطق بهذا وكد شوي وانيت وهذا، يقول على البالين كذاب، هذا وين طلب؟ تفرغ شوي، فرغ نفسك لطلب العلم. ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. لازم يا أخي مع الزمن. كان الشيخ عبد الله بن الغيار رحمة الله عليه قالوا بعض الطلبة: الشيخ صار لنا فترة ما نحس إني حصلنا يعني علم. قال: استمروا 25 سنة، وبعد 25 سنة إن شاء الله تعالى تحكموا على أنفسكم تعلمتم ولا ما تعلمتم. 25 شنو 25 هذا؟ تأخذ فيها 4 دكتورات. إيه بس شنو الدكتور هذا؟ أطلب العلم، العلم يحتاج إلى زمن طويل، وأنت تتعبد الله بهذا الزمن. يعني أنت في طلبك للعلم تتعبد الله، هذه عبادة. طلب العلم عبادة من أجل العبادات، بل أفضل من الصلاة والصيام النافلة. طلب العلم أفضل من جميع النوافل، لأن جميع النوافل والفرائض مبناها على العلم. طلبك العلم مهم جدا، احرص. فالشيخ يقول: احرص على فهمك للقواعد. نعم.